اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بنهديها للاطفال الصغيرين وكبار السن. فحبيت المطبخ يكون مطبخ النهارده انترناشونال، يعني حاجه من كل دول العالم. اخترنا المطبخ اللبناني والمطبخ الشامي والمطبخ الغربي، الاثنين يعني كويسين وانا بحبهم انا شخصيا. فهنعمل الشيخ المحشي النهارده، دي اكله مشهوره جدا في المطبخ السوري والمطبخ اللبناني. شيخ المحشي مش عشان بيلبس قفطان وعبايه وهو تلاقيه هو المعلم في الليله، لا، ده هي كوسه بتتحشي لحمه مفرومه مع صنوبر مع دبس الرمان وبنتوسط شويه بالحشوه، عشان كده سموه شيخ المحشي. ما بياخدش رز، دايما المحشي بيبقى فيه رز في الحشوه بتاعته. دي لحمه مفرومه بس، بتاخد صنوبر او لوز طبعا ودبس الرمان. ولازم واحنا بنختار الكوسه عشان نحشيها لازم تكون كلها حجم واحد عشان تبان في الطبقه كده لطيفه. بعد ما بتستوي الكوسه بتدخل على لبن المطبوخ، ده الشرح النظري للاكله بتاعتنا، هنشوفها عمل ان شاء الله بعد دقائق معدوده. معانا كمان البنانا جراند او سوري البنانا فرايد جولد، الجولد اللي هو اللون الذهبي، فازاي هعمل الموز المقلي باللون الذهبي وهياخد الصلصه الذهبيه اللي هي الكراميل. الموضوع ده فيه خبره طهويه شويه، ازاي تحمري الموز ما يفكش منك في قلب الزيت والحشوه اللي بتحمريها، وبعد كده ننزله في الشربات بتاعه اللي هو الكراميل اللون الذهبي. برضو الحلو ده بيعجب الاطفال على فكره، وقيمته الغذائيه عاليه جدا لاننا كلنا عارفين ان الموز غني بالبوتاسيوم وبناء العضلات. معايا جوانح فراخ النهارده انا شخصيا بحبها من زمان، من ايد امي الله يرحمها كانت تكسر الجناح كده وتديهولي كده، ايه تقول لي ده ليك، او الكبده والقوانص احنا عارفين كلنا ده لان احنا من الريف المصري والصعيد المصري. فالجوانح دلوقتي اكله مشهوره جدا في المطبخ الغربي، بيعملوها مع الباربيكيو صوص. انا هعملها النهارده فرايد، هعملها مقليه، هعملها كريسبي بالسمسم وادخل فيها شويه خبره طهويه كده واحمرها واقدمها مع مايونيز مع كاتشب حسب ما احنا حابين. وهتعجب الاطفال الصغيرين على فكره لانها تبقى كريسبي كده عامله زي الفراخ التشيكن، بتبقى لطيفه وحلوه. هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلقه النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها معلومه غير معلومه، افكار طهويه، خفه دم مصريه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، الطبيعي انك انت في مطبخك بيبقى فيه مزنبلاص تحضير، يعني بتكون مجهزه شويه لحمه مفرومه في الثلاجه، الكوسه متقوره ومتخططه حلوه وزي الفل، في حله بتغلى على النار كده دايما بتكون مع الشيف المغازي، دي طبعا المساعده بتاعتي، يعني بتبقى حله فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم وشويه البهارات، لان هم دولت ايدي واسناني زي ما بيقولوا، يعني بدل ما بستخدم اي فليفر بنجيبه من اي المحلات وما اضمنش ايه المستخدم بتاعها او المكون بتاعها، دايما باخد الطعم بين اصابع ايدي العشره، امهاتنا علمونا كده، كان زمان مفيش اي حاجه بتدي طعم غير ان هي تحط البهارات كده وبصوابع ايديها وباطراف ايديها الحلوه تبدا الاكل يبقى له طعم مختلف. انا هعمل كوسه محشيه النهارده اللي هو شيخ المحشي، وما زلت مصمم على الاسم، هو يستحق الاسم بصراحه بجداره، شيخ المحشي باللبن. كوسه محشيه ممكن نعملها بالبتنجان زي ما انت عايزه، بس انا هعملها كوسه النهارده. كوسه لحمه مفرومه ضاني، نسبه الدهون لا تتعدى 20% او 30%. دبس الرمان، صنوبر، جبت لوز وقطعته زي الصنوبر عشان ما يبقاش كذاب، ومعانا لبن زبادي، حلو الكلام، وبياض بيضه في المقادير، وكزبره خضراء، وتوم، وملح وفلفل. وبس هي دي المقادير ببساطه خالص، وشويه شوربه من اللي بيغلوا على النار هنخف بيهم اللبن او نسوي بيهم الكوسه واحنا شغالين. اول حاجه هعملها، شفنا المقادير على الشاشه، نشتغل يا شباب. الله، ايه الجمال والحلاوه دي، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على القناه الاولى. هناخد اللحمه المفرومه بتاعه الكوسه نتبلها يا نهله. الصنوبر ده مش صنوبر يا شيف، المصداقيه شعارنا، ده لوز جبناه وده موجود عند الراجل العطار او في السوبر ماركت، علب كده بثلاثه تعريفه، وحلو يحل مكان الصنوبر. ليه اجيب كيلو صنوبر ب 1200 جنيه و1000 ونص؟ ما اعرفش ليه سعره غالي بصراحه، مع ان اللوز يتعداه في كل القيمه الغذائيه، اوميجا 3 برضو. انا حطيت شويه زيت، وانا من الناس اللي مش بيحب ريحه الزيت لما بكون بحمر فيه حاجه كده زي كوسه كبده، فبديله فليفر. ايه الفليفر اللي ممكن اغير ريحه الزيت بيه؟ عود روزماري معايا هنا كده، عود زعتر حلو، يوم الزيت يتحضر للتحمير واحنا شغالين مع بعض. ده زعتر لقيته في طريقي، دايما لما بلاقيه بجيبه، ما بسالش هجيبه ليه، المهم يكون عندي في المطبخ، مع الروزماري، حلو الكلام.
دي كوسه متحمره مسبقا اهيت، قصدي محشيه، وهنعمل مع بعض دلوقتي نشوف نحشيها مع بعض ازاي. اهي محمرها كده الشكل ده كده اهو، الله، كلهم حجم بعض تقريبا. ادي الكوسه تسيبها تتحمر كده واحنا شغالين مع بعض. حلو الكلام. والنظافه اول باول في مطبخك، ايدك في المطبخ بتاعك هتقف رايقه وفايقه. رايقه وفايقه ازاي؟ يعني رايقه بتحس ان مفيش زحمه، فايقه تفكري في اكله تانية ممكن تعملي نوع حلو وانت واقفه. انما المطبخ لما بيكون مكركب يا اختي يا امي يا خالتي يا عمتي نفسك بتتقفل. انا شخصيا ما بحبش المطبخ يكون مكركب. ايدي في النظافه كده وانا شغال اول باول. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نحشي الكوسه. كوسه بنجيبها بنشتريها، واحنا بنشتريها بتكون حجم بعضيها لانها كبيره شويه، بنقطعها بالسكينه كده وتكون حجم واحد بالشكل ده كده زي ما انتم حضراتكم شايفين، ونجيب شوكه ونخططها او المقوره بتاعه الكوسه تدينا اللون الحلو ده كده. والكوسه تتغسل قبل ما نشتغل فيها خالص، تتغسل كويس جدا عشان بيبقى عليها تربه، بعد ما نغسلها نشتغل فيها بالشكل ده كده. نبدا نحشيها مع بعض، ودي غير الكوسه اللي بنحشيها رز، احشيها لحمه مفرومه للاخر. دايما يعني لما نعمل مخللات او نعمل اكلات فيها سبايسي نحط في الاعتبار ان في ناس هتاكل، وده مهم جدا على فكره. طب تعالوا نعلي النار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. عايز بقى دلوقتي اطبخ طبخه اللبن. حلو. ازاي نطبخ طبخه اللبن مع بعض؟ طيب نشيل ده كده ونخليه هنا. يلا زي الفل. دي معانا عموره كده حلوه. حلو. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نطبخ طبخه اللبن. مقادير اللبن لما نيجي نعمل لبن امه، في اكله مشهوره جدا في المطبخ اللبناني اسمها لبن امه، او شكريه، او كبه باللبن، او كوسه باللبن، الحاجات دي احنا كلنا عارفينها. لازم في قواعد لطبخ اللبن. مقادير اللبن زبادي وكزبره خضراء وتوم وعصره ليمون ومعلقتين دبس الرمان حسب الرغبه، وبنحمر شويه صنوبر ونحطهم في قلبه او على الوش. هي دي المقادير لاي طبخه لبن ممكن تتعمل. ولازم كزبره خضراء وتوم، ولكن عشان اللبن ما يفرطش ويبرغل مننا في حاجتين بنحط: نشا وبياض بيضه. ممكن نستغنى عن البيض بس لازم النشا. ممكن نستخدم البيض بلا نشا، اللبن ده لما يبرد مش هيبقى مظبوط، فلازم معلقه النشا بتظبط القوام بتاع اللبن والتست بتاع اللبن بعد ما بينطبخ. ده دور النشا اللي بنحطه على اللبن. انا هبدا اشتغل دلوقتي في طبخه اللبن بتاعتي. نار هاديه كده، بنحط الزبادي، وعلى نار هاديه بنقلبه من وقت للتاني واحنا رايحين جايين جنب الكوسه. حلو الكلام زي الفل. من وقت للتاني كده بقلب اللبن وانا شغال. اهم حاجه ما يتحطش على نار شديده. ليه يا مغازي؟ علشان اللبن ما يتحرقش مننا ويشيط، ملوش علاج، عامل زي الرز بلبن والمهلبيه، اذا وصلتهم النار وشاطوا منك ملهمش علاج، لا اللبن ولا المهلبيه ولا الرز بلبن، اي حاجه فيها لبن بتطولها النار خلي بالك كده باظت، ما ينفعش تستخدميها تاني. انا هطلع فاصل صغير عشان الكوسه بتاعتي بتتحمر، شوف واحده كده اتحمرت قبل الفاصل، وهنرجع نشوف بعد الفاصل هنعمل ازاي جوانح الفراخ كريسبي للاطفال الحلوين اللي بيتابعوني، وازاي نعمل طبخه لبن حلوه سواء نعملها كبه باللبن او شكريه، ونعمل مع بعض كمان البنانا فرايد. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد تحمير الكوسه، وعينك عليها علشان برضو ما تاخدش لون، لان دي هتتحط بعد كده في اللبن. الحاجات اللي بقولها الصغيره دي على فكره بتفرق في التكنيك العالي، في شكل الاكله، في انك انت تكون مبدعه في المطبخ. لو احنا حمرنا الكوسه جامد هتسود لك اللبن، ولو احنا خلينا اللبن يغلي كتير على النار القوام بتاعه هيبوظ مننا، فالاكله دي حساسه شويه، لازم تكوني طباخه شاطره عشان تعمليها. من الاخر كده الكوسه هنا جاهزه، بناخد الميه بتاعتنا والشوربه اللي بتغلي على النار في ليفر عالي جدا، بنحط شويه شوربه حلوين كده وبلاش مكسبات الطعم. اهو يا ويلي، هو ده. تاخد غلوه. هو ده، اللهم صل على النبي، شيخ المحشي يستحق. في قلب الحله بيغلي، هنسيب الكوسه تستوي بالشكل ده كده.
ونشوف اللبن اخباره ايه. ونقلب من وقت للتاني واحنا شغالين كده. نحط النشا. حلو قوي. انا من الناس اللي بيحبوا بياض البيضه مع اللبن، بلاش الصفار. هتقول لي الصفار ليه يا شيف مغازي؟ بلاش الصفار، لما انه هينزل على اللبن هيغير لونه. حلو الكلام. بنخليها على جنب، ممكن نستخدمها في طبق اومليت ولا حاجه، وناخد بياض البيضه ده كده اهو بس خلاص، ونقلب اللبن كده ونستنى عليه لغايه لما يديني قوام، مش يغلي، يديني قوام. طاسه ثانيه. الاكله دي فيها شويه غلبه، معلش. هنعمل الطشه بتاعت اللبن. هي فته يا شيف؟ لا مش فته ولا حاجه، طشه اللبن تومه كزبره خضراء، واحنا واقفين جنب اللبن. خلي بالك ده مهم جدا. حلو. هنعملها بزيت الزيتون ولا بالسمنه؟ انا شخصيا هعملها بزيت الزيتون. ممكن نعملها بمعلقه سمنه زي الفل. التومه بتاعه اللبن كمان عينك عليها، مش بتعملي فته، لونها ما يتغيرش. اللي انا بقوله ده مهم جدا. ادي التوم بتاع اللبن. طبخه اللبن دي بتريحك من حاجات كتيره وانت بتعملي في المطبخ اكلات مختلفه، وخاصه من المطبخ اللبناني او الشامي، سواء كبه باللبن، لبن امه، شكريه، شيش برك معروف طبعا احنا بنحبه، اللي هي العجينه اللي بتحشي لحمه بتتعمل زي الفطاير كده. التومه بدات تطلع بقى، كزبره خضراء متقطعه جاهزه عندي زي الفل. الكوسه بتستوي على النار اهو، ممكن استفيد بشويه شوربه من الشوربه بتاعت الكوسه دي كده. شوفي بقى المطبخ ده، المطبخ دي الرؤيه والابداع. شايفه ميه الكوسه نازله خضراء ازاي؟ هو ده. زي الفل. ونقلب كده. اخبار التومه ايه؟ بتناديني. حلو. نحط عليها الكزبره الخضراء زي الفل، ونحط عليها شويه بهارات. خلي بالك هتحط ملح هنا، ما تحطش ملح على اللبن، دماغك يبقى في الاكله كده. سنه بابريكا صغيره، انا بحب دايما البابريكا حنينه وطعمها حلو، بتضيف ليفر حلو. سنه فلفل اسود زي الفل. نقلب التومه مع الكزبره الخضراء. نعم يا غالي، استاذ عمرو بيقول لي ما نحطش كزبره ناشفه، هو طبعا متعود ياخد الملوخيه كزبره ناشفه وتومه. لا دي مش هنحط له كزبره ناشفه خالص. يلا. دي التركية بتاعت طبخة اللبن. زي الفل. على فين يا عم الشيف؟ قلب اللبن ياخد غلوة معاه. العب. هو ده، هو ده. بعد كده ناخد الطاسة دي كده باللي فيها، بالحلويات اللي فيها، تنزل على الباقي، ونسيبه ياخد غلوة على النار، مستني الكوسه. اكله ما خدتش وقت كتير مننا، ولكن طعمه مختلف. رحنا على لبنان، رحنا على سوريا، رحنا على بلاد الشام، اكلنا الاكله دي، وفرنا على نفسنا تذكره طياره وتاشيره. وننزل على الكوسه باللبن. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. يلا. ده شيخ المحشي. طبعا لما نغرفه في قلب الطبق اللي هنقدم بيه لازم يكون عندنا شويه صنوبر او لوز، واللوز بديل للصنوبر. هنخليها كده على النار هاديه لغايه لما نيجي نغرفها ان شاء الله. تعالوا مع بعض. نعم. لا، سؤال من على السوشيال ميديا قال لك ينفع نحط بدل اللوز سوداني؟ يعني لا، يا صنوبر يا لوز، مفيش لا ده ولا ده، بلاش السوداني. السوداني في ام علي زي الفل، تمام، مفيش اي مشكله. تعالوا نشتغل مع بعض في جوانح الفراخ، نشوف هنعملها مع بعض ازاي، لان برضو فيها شغل كتير. مقادير على الشاشه. جوانح فراخ معانا تقريبا كيلو، معانا توم باودر، بصل باودر في المقادير، معانا بقسماط، ومعانا رقائق الذره لطيفه وزي الفل. وتعالوا نعمل خلطه الكريسبي او خلطه الفرايد، سموها زي ما تسموها. تعالوا شوف الشيف المغازي هيعملها ازاي واحنا شغالين مع بعض كده. حلو الكلام. المقادير على الشاشه، بسيطه وسهله. اول حاجه بجيب الصينيه الكبيره دي كده عشان تسعفني،
بحط شويه دقيق هنا حلو، وبحط عليه رقائق الذره على الدقيق بالشكل ده كده، وبحط الفليفر بتاعي من البابريكا من الملح والفلفل وشويه الكركم الحلوين اللي بيخلي اللون ذهبي، واحنا شغالين كده اهو برضو البابريكا هنا، توم باودر، لازم توم باودر يا شيف. اه يعني في الفرايد او في الكريسبي التوم الباودر والبصل باودر محبوبين شويه. حلو اهو، بنحط شويه الملح التمام، الفلفل بالشكل ده كده، تركاه بالشيف المغازي، معايا عود زعتر حلو، زعتر بري حلو كده، ايه المشكله لما اخده هنا كده اهو. الحاجات دي مهمه جدا على فكره اهو، تدي فليفر حلو خاصه في المقليات زي الفل. ونقلب الخليط ده كده يا عم الشيف، جاهز كده. دي تعملي بقى سمك، تعملي بقى فراخ اللي هي الفرايد تشيكن اللي احنا عارفينها في كل بيت وفي كل حاره دلوقتي بيعملوه مشروع اهو، تعملي الجوانح اللي انا عاملها دلوقتي وانا شغال كده. حد يقول لي ليه حطيت معلقتين دي مع الخلطه؟ دي المهمين جدا، هم دول اللي بيلموا الشمل، دول اللي بيخلوا الخلطه تمسك في الجناح اللي انا هعمله او الفراخ. ما انا قلت الدقيق اللي انا حطيته مع الخلطه دي مهم جدا على فكره، هو اللي بيخلي الخلطه تمسك في جوانح الفراخ او اللحمه اللي بعملها او اذا كان بشوي بحمر سمك او جمبري، مهمين جدا على فكره. تعالوا نتبل الجوانح بتاعتنا واحنا شغالين كده. اه اللهم صل على النبي. بوله زي دي كده، قاعده المغازي بتقول ايه؟ صل على الحبيب قلبك يطيب. ممنوع منعا باتا اضافه اي ماده دهنيه سواء زبده سواء سمنه سواء زيت في تتبيله اي حاجه بنعملها فرايد او بنقليها في الزيت. ده مهم جدا على فكره. معلقه دقيق صغيره كده، عصره ليمون عشان الزفاره بتاعت الجوانح، ممكن تكون زفره جبناها من عند فرارجي ما غسلهاش كويس، لازم تغسليها انت كويس. دي الحاجات دي مهمه جدا على فكره. معلقه مستردة، شفت الخلطه دي مهمه جدا. نقلب دول كده مع بعض وناخد الجوانح زي ما هي كده ونحطها في الخلطه دي كده، تطلع من الخلطه دي يا شيف مغازي تنزل على الخلطه التانيه اه زي ما انا شغال كده اه اه اهو. جوانح الفراخ بهديها للاطفال الحلوين اللي بيحبوا الشيف المغازي وبيتابعوه اهو. خلط معلقه الدقيق مع المستردة مع الملح والفلفل وعصرة الليمون وانا شغال كده اهو اهو. ممكن نحط سمسم، نحط سمسم زي ما احنا عايزين اهو. شفت الخلطة دي كده زي الفل، تبلت الفراخ. ممكن تعملها من بالليل تروحي شغلك تعملي اللي وراكي في البيت وتخليها في نفس التتبيلة دي ساعتين زمن مفيش مشكلة، تاخدها من التتبيلة تسقطها هنا اهو. عشان كده جبت صينية كبيرة تاخد الكمية كلها. وانت شغاله في المطبخ كده خليكي بقى ايه محترفه، ما ينفعش ان انا وانا شغال اقلب جوانح الفراخ وارجعها تاني، ايه دي هتشيل بقسماط وابوظ الحاجه اللي انا شغال فيها. احطها كده وانا بعيد من بعيد لبعيد كده اباصيها للايه الخلطه بتاعتي اه. ما كتير بيعملوا اخواننا الشوام بيعملوا فراخ، قول لي يعني فراخ مشويه، فراخ بالزيت والليمون، فراخ بالحامض والثوم، قول لي قول لي ولا تخبيش يا زين، ايش تقول العين للعين. نعم يا استاذه رحاب، عايزها ايه الاستاذ؟ فراخ المشوية. حاضر، فراخ المشوية طبعا هما بيجيبوا مكان حلو لطيف، الفرخة بتتبل وبعد ما بتتبل بالتتبيلة بتاعتها أساسي فيها زبادي طبعا عشان الزبادي بيساعد عيني. لا الكوسة زي الفل تمام عمورة حبيبي مخرجنا الجديد النهاردة معانا لا الكوسة ما تقلقش منها، هي عايشة مع اللبن بتنطبخ لأن أنا مش مولع النار تحت منها خالص، دي أنا هغرفها مباشرة دلوقتي وقت التقديم. هنقلب كده، شفت أنا عملت إيه دلوقتي؟ شلت كل حاجة من إيدي وبقلب كده، ما استخدمش ايدي بقى في حاجه تانية عشان الخلطه دي انا عايزها بعد كده. ما ينفعش ان انا عشان اعمل فراخ استخدم خلطه كتير وفي الاخر ارميها، لا بتجيبيها بتشيل الكلاكيع الصغيره منها وبعد كده تشيلها في الديب فريزر في الباب بتاع الديب فريزر، تستخدميها في جمبري، تستخدميها في فراخ زي ما انت عايزه بعد كده. نعم يا استاذ حاضر عيني بعمل ايه يا شيف دلوقتي؟ ايديا في قلب البقسماط في الخلطه، معلقتين الدقيق اللي انا حطيتهم على رقائق الذره بيلعبوا دور البطوله ولم الشمل، معلقه الدقيق اللي حطيتها على جوانح الفراخ مع المستردة وعصير الليمون والبهارات
بتلعب دور البطوله في برضو الخلطه اللي هي تمسك في الجوانح بالشكل ده كده. اه زي ما انا شغال. شيف المغازة يعمل تركية هنا بقى، بص عليها، بنجيب بولة صغيرة فيها شوية مية ساعين. تاني عشان مطلوب مننا نطلع فاصل. نجود بقى. مية اهي. اللهم صل على النبي. واعمل حاجة كده دلوقتي، تعمليها مع جمبري، تعمليها مع فراخ بتحمريها زي ما انت عايزة. ونحط شوية ملح في المية دي كده، سنة بابريكا صغيرة عشان اللون والطعم ما يفصلش مننا. ونقلبها بايدينا كده، وناخد جناح الفراخ ده كده اهو، وينزل تاني كده. ده بقى الشغل اللي بنشوفه في المحلات، بتلاقي الجناح صغير قد كده وحواليه خلطه قد كده. زي ما انا شغال كده اهو. ده هيطلع من هنا على الزيت على طول. نروح عند الزيت ونشتغل الشغلانه دي كده عشان مخرجنا الجميل لو طلعني فاصل. يلا اللهم صل على النبي. حالا حالا هنطلع بريك. الزيت اخباره ايه؟ سخن زي الفل. واجي هنا كده، يلا نبدا الزيت، ننزل كده اللي بنعمله. تاني في الميه، تنزل في الخلطه. اللي هي الطبقه الثانيه اللي بتدينا لون وبتدينا شكل كريسبي. خلونا نطلع فاصل صغير واعيش مع جوانح الفراخ ازاي تبقى كريسبي وتطلع معانا مقرمشه للاطفال الحلوين اللي بيتابعوني. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وانا بصطاد الكوسه من قلب اللبن. انا عايز اسيب اللبن واكل حبايه الكوسه كده وهي غرقانه في قلب طبخه اللبن، واخده الكزبره الخضراء، واخده التومه. هي الفكره كلها ان دلوقتي السوشيال ميديا واليوتيوب والقنوات وحضرتك عارفه وفرت كتير على الساده المشاهدين والامهات. بتبحث عن اي اكله بتحب الشيف المغازة هتدور عليه، بتدور على حد من اساتذتنا هتدور عليه، وهكذا يعني. ولكن ان شاء الله احنا في طريقنا ان احنا نعمل كتاب باذن الله. بنحط اللبن كده على الوش اهو، حلو زي الفل. ممكن نقدم الطبق اللبن ده جانبي كده اهو، تمام، بنخليه على جنب. وتعالوا مع بعض نحمر شويه صنوبر يا عم الشيف، ونزين بهم الطبق ده كده. طب احنا بنعمل ايه دلوقتي على النار؟ احنا هنعمل دلوقتي الكراميل اللي هنعمل بيه البنانة. فخلونا نشتغل في حاجتين، الصنوبر اللي هنحمره والكراميل. نستاذن مخرجنا الجميل عمور مقادير البنانا فرايد جولد، انا بسميها كده بنانا فرايد جولد، يعني البنانا المقليه باللون الذهبي. موز مستوي شويه، ومعانا فانيليا، ومعانا سكر والزبده وكريمه لباني. المقادير على الشاشه، صوريها بسرعه. نبدا نحط السكر على النار عشان نكسب وقتنا، ونسيبه يتكرمل. حلو الكلام، ونشوف هنعمل مع بعض ازاي الكراميل بمدرسه المغازي. ولعي يا نار. ملاحظين حاجة هنا؟ الفراخ في قلب الزيت بتتحمر، مش مستعجل عليها، بتاخد وقتها. هنحمر الصنوبر في زيت زيتون ولا سمنة؟ أيهما أفضل يا شيف مغازي؟ هو ده الكلام. باخد معلقة سمنة صغيرة كده أغذي بيها اللبن، أهي صغيرة كده لأنها هتنزل على وش اللبن، وأسيبها تسيح كده. وعندي شوية لوز متقطعين شبه الصنوبر، عشان ما نقولش الشيب مغازي بيضحك علينا. ده شبه الصنوبر بالظبط، هي الاكله دي بتحتاج صنوبر للامانه. والكراميل اللي بيطلع كده. وتعالوا نعمل خلطه البنانه واحنا شغالين مع بعض. خلطه البنانه معانا دقيق، اللي هي عجينه البان كيك من الاخر، اللي هي عباره عن كوبايه من الدقيق، بتاخد بيضه، بتاخد شويه فانيليا، شويه بيكنج باودر، وحليب، وبنقلبهم مع بعض. وينزل البيض عليها كده، اللهم صل على النبي. ونشيل ده كده من هنا. يلا معانا حليب، نقلب الحليب مع البيض. اوعى اهو، لا ما تقلقش يا عمور. نقلب كده.
دي الخلطه دي بقى لو عايزه تعملي بان كيك هي نفس الخلطه، عايزه تقلي بيها الموز نفس الخلطه، عايزه تقلي بيها التفاح نفس الخلطه، وانا شغال. يلا يلا. دي كوبايتين، كل كوبايه بتاخد بيضه، بننزل عليهم بكوبايه من الحليب، شويه بيكنج باودر، شويه فانيليا، وهننزل بمعلقتين من الزيت. دي الخلطه اهي، واسيبها كده على جنب لمده دقيقتين على ما اشتغل فيها. يلا 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 اوبا. خلاص تمام، ونروق الدنيا ونشيل كل حاجه من هنا. مخرجنا الجميل بيقول لي الفراخ اهي، بص على الفراخ يا غالي، اللهم صل على النبي. الله يبارك لك يابا. شايفين كده الكوسه مستنيه الصنوبر، يلا اهو شويه حلوين قوي، وانا بحمرهم بقى ايه، بدلعهم كده، بحط شويه بابريكا صغيرين كده، ربا سن الكمون صغيره كده، اتغير طعم الصنوبر اهو زي ما هو كده يا شيف اهو، وانزل بيه على وش اللبن. يلا مستعدين، فرسان التلفزيون المصري، تناثر الصنوبر اللي هو اللوز على وش طبخه اللبن، سواء لبن امه، سواء شكريه، سواء كوسه باللبن اللي هي شيخ المحشي، سواء شيش برك، زي ما احنا بنشتغل كده. دي اكله من قلب المطبخ الشامي السوري او اللبناني، ولكن واخده طعم المصري وخفه الدم المصريه. هنقدمها كده، ايه عدلها الاكله دي يا عم الشيف؟ عدلها طبق تبوله، فتوش، سلطه خضراء، رز بشعريه، تبقى لطيفه وجميله. حلو الكلام. نشتغل في البنانه، الفراخ حاضر عينيا نغرفها. الفراخ دي بعد شويه مايونيز، توميه، كاتشب، حسب ولادك ما بيحبوا. اللهم صل على النبي. يلا لا على مسؤوليتي اهي. شفت الجناح؟ تشوف الجناح تحس ان هو ورك فرخ، ده مش الجناح خالص اللي كان في ايدينا من شويه خالص. ايه التركايه يا مغازي؟ ان احنا تبلناه مرتين وحطيناه في الميه الساعه، وبعد كده رجعناه تاني للكريسب بتاعنا وللخلطه بتاعتنا والتوبنج بتاعنا اللي هو بقسماط رقائق الذره، حطينا عليها توم باودر، بصل باودر، بالشكل ده كده. نزلت الخلطه من الجناح؟ لا. سابت الخلطه من الجناح؟ لا. ليه يا عم الشيف؟ لان انا مش مستخدم اي ماده دهنيه في التتبيله، لا زبده ولا زيت ولا سمنه. والزيت معايا نضيف، احمر فيه اي حاجه انا عايزها. عينيا. بتحب الفراخ دي؟ هتجيلك على الكنترول دلوقتي يا عمور، ولا يهمك. عود روزماري كده، زين بيه الطبق ده كده. يلا. على فين؟ على فين؟ على الكنترول؟ لا لسه بدري. احنا بتصور الاكل الاول. انا واحد من الناس لازم اكل من الاكل ده بعد ما اخلص. واقول تسلم ايدك يا مغازي. طيب نشتغل في الموز. اخبار الزيت ايه؟ نشوف الكراميل الاول جاهز، ننزل بالزبده اهو، بنعمل الكراميل كده اللون الذهبي، شويه كريمه لباني. يا ويلي يا ويلي، لحظه الولاده للكراميل، كريمه لباني، زبده على السكر بعد احمراره، وما تسيبيش السكر على النار لما يتحرق منك هيمرر، ربنا كفينا شر المرار، قولي امين. مطبخي رايق كاني ما دخلتش المطبخ ولا شفته النهارده. تخش من ورايا تشتغل اللي انت عايزاه كله. اخبار النار ايه؟ خلي هنا، نحمر هنا، نحمر هنا، تمام. تعالوا نشتغل في الموز بقى، اخر حاجه دي بقى واحنا شغالين كده. انا عايز حضراتكم تعملوا الحلو ده للاولاد، بجد هيعجبهم، سواء تعمليه بالموز او تعمليه بالتفاح. الخلطه دي مهمه جدا. دقيق، كوبايه بيضه، نص كوب من الحليب، معلقتين من الزيت، بيكنج باودر، فانيليا، رشه ملح صغيره هحطها بس وخلاص. ومعايا زيت بيسخن على النار. والكراميل تمام زي الفل، في طريقه خلاص ان هو ياخد اللون ويتكرمل. زي الفل. تعالى نشتغل بقى كده مع بعض، معايا الدقيق ده كده، وناخد الصباع الموز زي ما هو كده، موز مستوي بنجيبه
بننسى ان احنا جبنا موز بنحطه في قلب الدقيق ينزل في قلب الخلطه. موز اهو، والموز البلدي بتاعنا ده سكر وعسل اهو 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 اهو. يلا معايا اهو اهو، موز في قلب الدقيق في قلب الخلطه، موز ورايا كده يلا، وانتوا قاعدين بتتفرجوا على القناه الاولى، موز في قلب الدقيق في قلب الخلطه. الدقيق ليه يا شيف؟ علشان الخلطه تمسك في الموزه. وايه الخلطه دي يا شيف؟ دقيق وبيض وحليب وفانيليا وبيكنج باودر. هيروح فين بعد كده يا شيف؟ في قلب الزيت يتحمر. يروح فين بعد كده يا شيف؟ ينزل على الكراميل او ننزل الكراميل عليه. اه انا شخصيا بحب احط عليه سكر باودر وقرفه ناعمه، وعملته قبل كده بس النهارده تغيير. يعني ناخد كده الزيت، اخباره ايه؟ زي الفل. شكل الزيت اتحرق منه ولا ايه؟ شامم ريحه، اعمل ايه؟ تعملي ايه لو اتزنقت في المطبخ زي كده؟ تقفي كده زي ما قالت ست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكا، ابص شمالي وابص يميني، اجيب ليمون برتقان في قلب الزيت، يقوم طعمه يتغير. اه اه يلا بسكينه صغيره كده، وبعدين بهدي من روع الليمون، من روع الزيت، يعني ما يبقاش الزيت ايه سخن جامد على فكره. اه في قلب الزيت كده، حلو الكلام. اه الله، اه خدت الوش. اه يلا يلا يلا. اه اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اه يلا طلع الموز يا شيف، عينك على الموز. اه بص حبيت الموز. اه يلا من الزيت على الطبق. اه اهي 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 يلا يلا. اه يا عمور. اه اهي 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 حلو. اه يلا. اه كراميل فين يا شيف؟ الكراميل فين بتاعك؟ كراميل ننزل بالكراميل على الزيت. طبعا احنا عملنا خمسه، احنا معانا خلطه هنا على فكره ممكن نعملها. اه كراميل ينزل كده. يلا يلا يلا، صلي على الحبيب قلبك يطيب. الصلصه الذهبيه من ايد المغازي، طعم تاني، سكر، زبده، كريمه لباني. اه ممكن نحط فانيليا بطعم الفانيليا، ممكن نحط حبهان تبقى طعم الحبهان، ممكن نحط قرفه تاخد طعم القرفه. مطبخنا النهارده فيه شويه بساطه وشويه سهوله كده، وفيه شويه حب زياده. حلو الكلام؟ حلو قوي. اظبط السفره كده. رز بالشعريه ده على فكره عدل الاكله اللي انا عملتها النهارده، اللي هو شيخ المحشي، ومعايا لقيت شويه عين جمل كده في طريقي ازين بيهم الطبق، مش هيقول لا برضه. اه حلو. اه ده عين جمل متحمر. حلقتنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. عملنا شيخ المحشي. وليه سميه شيخ المحشي؟ ليه ما سميناهاش محشي كوسه باللبن وخلاص؟ عشان المحشي ده بيتحشي لحمه مفرومه بس من غير رز، من غير اضافات، وبتبقى حبايه الكوسه مليانه لحمه كده مفرومه. اللحمه دي ضاني ولا كندوز يا شيف؟ هي المفروض تكون ضاني. انت عملتيها بقى بالكندوز، مش هتقول لا، هخليها هنا جنب الكوسه. وبعد كده بنحمرها في قلب الزيت، وبتاخد طبعا في ليفر او شوربه تستوي، وتنزل في طبخه اللبن. طبخه اللبن عباره عن لبن زبادي، بنحط عليه شويه نشا وشويه بهارات وشويه شوربه من شوربه سلق الكوسه، وفي الاخر طبعا بنعمل له الطشه بتاعته اللي هي عباره عن كزبره خضراء وتوم مع عصره ليمون ومعلقتين دبس الرمان حسب الرغبه، وبنزينه بسنوبر او بلوز زي ما قال الشيف المغازي. معانا الوينجز الصغيره الجميله الحلوه اللي الاطفال بيحبوها، جوانح الدجاج الجميله، هي دايما مشهوره في المطبخ الغربي، بتتاكل مع الباربيكيو صوص. انا عملتها النهارده فرايدي تشيكن، والصوره الحلوه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. ده جناح مش ورك عشان اللي ما تابعش الحلقه من الاول، بس طبعا عمل له توبنج كده مختلف. التتبيله الاولانيه في الاخر بحطه في ميه ساقعه. وليه ميه ساقعه يا شيف؟ علشان يشيل من الخلطه، وبعد كده برجع له التوبنج تاني وبرجع له الزيت. ده كله بيحصل زي ما شفنا مع بعض كده سريعا. عملنا اصابع الموز المقليه في الخلطه الذهبيه اللي هي عباره عن سكر وزبده وكريمه لباني، حابه تحط قرفه فانيليا حسب الرغبه. مطبخنا رؤيه، فن، ابداع، بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من ماس بيرو.